في إطار هذا الاحتفال باليوم العالمي للغابات قمنا بغرس بعض الشتيلات من شجر الأرز. هاد الشتيلات هي طبيعة الحال المستقبل تاع الغابة. وفي هاد الجامعة عندنا برنامج اللي غيوصل 1300 هكتار من المساحة اللي غتغرس في هاد الجامعة هادي. وبطبيعة الحال هاد العملية هادي غتقوم بها الوكالة الوطنية للمياه والغابات بشراكة وتعاون مع السكينة، بحيث فهاد العمليات هادي غيكون واحد التعويض عن حق الرعي لصالح السكينة اللي غتوصل تعويض حتى الألف درهم لهكتار في السنة. وهذا شيء مهم بحيث الميزانية المرصودة غير هاد التعويض عن حق الرعي كتوصل 5.5 مليون درهم. وهذا شيء مهم اللي غادي يمكن السكينة باش تخلق يعني واحد يعني مصادر أخرى للدخل، وغادي تحسن يعني الوضعية السوسيو اقتصادية للسكينة المجاورة هاد الغابات. اليوم تنحتفلوا باليوم العالمي للغابة، وهو يوم وفرصة سانحة لتذكير بأهمية الغابة والحفاظ عليها كذلك، وخاصة أننا نتواجد حاليا في مجال ديال المنتزه الوطني لخنيفرة، اللي هو من المنتزهات الوطنية الكبيرة، اللي تم هو آخر المنتزهات على مستوى الوطني، ولكن تتعقد عليه آمال وطموحات كبيرة، لأنه هو المجال الوحيد اللي بقى لنا باش ما نعاودوش نديروش فيه أخطاء، وكذلك نأسسوا الممارسات ديال الحماية اللي فيها علاقات وطيدة مع الساكنة، وأن الساكنة تساهم في هذا العملية ديال الحماية ديال الرصيد الغابوي.